تتواصل فعاليات التقاط الأوتاد والقفز الأوروبي التي يقيمها الاتحاد العراقي للفروسية للأسبوع الثالث على التوالي. البطولة تدخل ضمن التصنيف الرسمي للفارسات والفرسان ضمن منتخباتنا الوطنية في هاتين الفعاليتين، والتي تسهم في رفع جاهزية اللاعبين وإعدادهم بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة. هاي البطولة يعني الرمضانية يمكن تقريبا أول بطولة صارت بهذا المستوى، منتخب وطني أول، يعني مباراة للمنتخب الوطني الأول، والمباراة الثانية احنا جاي نهيئ فرسان البطولة العالم التشيلدرن اللي هم يعتبرون أطفال دون سن ال 14 سنة، من 12 ل 14 جاي نهيئهم، لأن راح تصير عندنا إن شاء الله بطولة تأهيل بغداد إن شاء الله بشهر التاسع. انقطعنا كثيرا عن المسابقات الخارجية لقلة الخيول والظروف اللي صارت بالبلد، لكن الآن إن شاء الله حنعوض فرسان دندرهم أعلى تدريب، خيل جديدة إن شاء الله حتوصل قريبا، كل الأمور مهيئة إن شاء الله على المستقبل يعني ان شاء الله لتحقيق الانجازات. البطولة كانت كلش حلوه، وتمنينا نجاح لكل الفارسين والفارسات، وان شاء الله كنا نطلع منتخب وطني. انا شاركت بالبطوله الاولى، غزت المركز الثاني الحمد لله، وهاي البطوله ان شاء الله ناخذ المركز الاول المركز الاول ان شاء الله، وان شاء الله هسه احنا يعني راح ندخل جامعه المرور، وهاي البطولات تساعدنا هوايه انه ندخل بطولات دوليه. كانت الالعاب خلال هذه الاسبوع سواء طعن او قفز كل شغلات مميزه، وصارت العاب وتنافس كل جميل بين الفرسان، وصارت منافسه نزيهه الحمد لله، وان شاء الله التوفيق لكل الفرسان والفارسات الموجودين عندنا.